بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء رمضان كريم على أمة محمد إن شاء الله، وعلى أهلنا وشعبنا في محافظة كركوك. رمضان بالنسبة إنك رمضان شهر الخير والمحبة والطاعة، فيه الإنسان يدعو لله الغفران والمحبة، إنه الله يوفقنا إن شاء الله، ومحافظتنا يعم بها الأمن والأمان إن شاء الله في محافظة كركوك الحبيبة، لأنها محافظة التعايش والتأخر إن شاء الله. إحنا في شهر رمضان عاداتها الكركوك دائما تشوف أغلب الناس سواء على الأسواق أو الجلسات الشعبية اللي تحدث بالكوفيات، من خلال الجلسات الشعبية والمسابقات الرمضانية اللي تحدث إن شاء الله. ندعو بالخير لكل أهلنا في عموم العراق ومحافظتنا العزيزة محافظة كركوك، أن يعم الأمن والأمان وأن يحفظ هذا البلد من كل شر الفتن إن شاء الله يا رب. احنا كعاداتنا أنه على مستوى محافظة كركوك دائما خروج جميع العوائل إلى صلاة التراويح، الحمد لله ما شاء الله جوامع كركوك تعم من خلال خروج كافة العوائل النساء والرجال لأداء صلاة التراويح، وإن شاء الله يا ربي الله يعم الأمن والأمان على أمتهم. هي هذا المشكلة الأكبر اللي يعاني منها المواطن واللي معاني منها الموظف الآن، إنه غلاء الأسعار واستغلال الفترة هذه، فترة العيد والتسوق، الشعب كله يتسوق بهذه الفترة، والتجار صعدوا الأسعار. نأمل من الحكومة أنه تتابع هذا الأمر من خلال لجنة خاصة بمتابعة الأسعار وتنزيل الأسعار، لأن المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي. والله إحنا عاداتنا تدري، إحنا كموظفين يعني من دوامنا ونرجع، وهم الليل عندنا الليل قعدات ويا أصدقائنا التم. طبعا الاجواء الرمضانيه عندنا كلش حلوه، خاصه من تدخل بيوتنا تصير بيها الصلاه وتصير بيها تجمعات هوايه واكلات تعرف كلش متنوعه تصير بينا، خاصه هالسنه شفت ما شاء الله خاصه النسوان هوايه يروحون للتراويح، صلاه التراويح تصير بيها تجمعات، هواي يسوون بيها يعني خيريه، جمعيات خيريه يعني مساعده اليتامى والفقراء، هواي صاير ما شاء الله. فاحنا يعني ان شاء الله نتامل تصير اكثر واكثر، وكل سنوات تصير اكثر، حتى مثلا ننطي فكره حلوه عن المسلمين اللي يسووها بالرمضان، ويعني اني اتمنى تصير كل سنه هيك شيء. والله احنا عاداتنا بالرمضان تعرف احنا نحب الونسه هوايه، ففترة ورا خلينا نقول ورا الفطور نطلع لحد السحور نتونس، نسوي سحور برا، بعضهم لا نتجمع بالبيت نسوي فطور، وبعضهم يعني هسه مثل ما قلت يطلعون للتراويح، ورا التراويح يطلعون شويه يفرفرون بعدين. اي ما شاء الله يعني هسه الاقارب والاحباب كلهم يعني يلتمون ويسوون فطور حلوه، واحنا ما شاء الله اكلاتنا مميزه. اي كلنا ما شاء الله، وان شاء الله تصير اكثر واكثر. احنا اهل تركمان مشهورين بالدولمه، بعضهم بالبرياني، يعني كل قوميه مشهوره باكلتها المميزه، واحنا اكلتنا المميزه الدولمه والبرياني. وهسه لان ما شاء الله رمضان فتكثر الاكلات ما شاء الله. انا اعتقد كل رمضان كل سنه رمضان تغلى الاسعار، هسه خصوصا احنا شفنا اللحوم ما شاء الله زادت اكثر، يعني صارت اكثر واكثر، ويعني شفنا هسه ما شاء الله السوق غلت، واحنا يعني ما نشوف الفقراء، يعني ما نقول احنا طبقات وسطى اكو، طبقات الفقيره، يعني احس ما يشوفون هذا الشيء، يعني كل سنه يجي رمضان يغلون الاسعار. اي والله ما اعرف اقتصاديا يعني يريدون يمكن يربحون على مود يعني خلي براس الشعب يربحون. انا هيك اشوف، يعني انا باعتقادي وجهه نظري لازم تكون رمضان مو نقول يعني لازم تكون يعني مساعده الفقراء والمساكين خير وبركه، احنا ما نشوف هاي الشيء بالعراق ما شاء الله. أنا حالياً ويا فريق سفراء السلام التطوعي عايدة لجامعة كركوك، المؤسسة من قبل الأستاذ علاء واستنصر والأستاذ خالد، وأنا وجه الإعلام لفريق سفراء السلام. أشتغل ببازار، شغلي الأساسي وأعمال يدوية مثل حلقوم وشرزات وحلويات منزلية، بعضهم أسوي مال دايت خصوصاً لأمراض السكر واللي مسوين دايت، هيك شغلات أسويها. رمضان من خير الأشهر بالسنة، والرمضان اللي أنزل بها القرآن شهر فضيل علينا وشهر كريم علينا إن شاء الله وشهر الخير. عادات أهل كركوك بشكل عام بعد الفطور الناس تطلع للقاعات يلعبون سني زرف ويتجولون، اللي يصلي التراويح، اللي بعد ما يكمل التراويح نطلع نلعب سني زرف وهاي الأمور. احكي لي شنو الأكلات تسووها بالبيت؟ أكلات الأكلة الشهيرة الدولمة هي طبعاً، هذا طبق رئيسي، والعدس والكبة وبقية شغلات همينة. طبعاً الجوارين أكيد حق جار على جار هذا خالصين من عنده، والشباب بالنسبة لنا طبعاً إحنا عندنا جروبات يعني نساهم بساعة الفقراء، يعني اكو هواي عوائل عندنا موجودين يعني ما عندهم مسكن، ما عندهم حتى مصروف حتى يطلعون العشاء مالتهم والفطور مالتهم، فنساهم بهذا الشيء احنا طبعاً أكيد. والله أهم شيء قراءة القرآن وصلاة التراويح، يعني نذهب للمسجد نقضي هذا النيل هذا. من ناحية الفطور أهم شيء عندنا الشوربة، اللبن والتمر، الدولمة، البرياني، هاي عندنا. الأهم شيء ننطي للجوارين، يعني الفطور اللي نسويه من عنده أو نخبز خبز ننطي للجوارين من عنده، والجوارين هم يرجعون المعون فارغ هم ينطونه، فالأكل يصير خير من الله وبركة. ما يفوتنا فرض من الصلاة، احنا ورا شيخ احمد خورشيد صلاتنا يوميه لحد الساعه 10:30 11. يوم الجمعه نصلي قيام الليل وذكر للنبي يسوي الشيخ احمد خورشيد، نظل للساعه 12 تقريبا 11:30 يلا نروح للبيت. بالبدايه صعدت الاسعار اي، بس هسه شويه لا زين، بس بالنسبه للحم بعد يعني صاعد اللحم الاحمر، مو يعني اللحم امن والامان يا ربي مو بس علينا، على جميع أمة محمد، وإن شاء الله فلسطين تتحرر من إيدين اليهود. هاي أمنيتنا، اللقمة ناكلها مدى تفوتنا، يعني شو أقول لك، يعني ناكل هم قدامنا أهل فلسطين. والله أجواء رمضان بالعامية يعني هي أجواء روحانية، أجواء دينية طيبة، يعني تحس بيها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. مثلا شهر المسامحة، شهر الغفران، شهر الطاعة، شهر التسامح، زين، وهذا هم فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني يساعدنا نتقرب إلى الله أكثر وأكثر. نعمة فضيلة رمضان، هم مفيد للصحة، للجسم، الصيام عندك 30 يوم بهواي فوائد، مو بس هي امتناع عن أكل وشرب، يعني بها عدة مسائل لجسمك، تنظيف جسمك من السموم، يعني أنت ترتاح جسمك يرتاح كامل مكمل. والله عادات أهل كركوك شهر رمضان يعني هي شلون ما تقول، يعني أكثر عادات إحنا كبالشرق بالعراق نقول عامة، يعني هي التواصل، زين، تعزم أصدقاء، تعزم قرايب، تعزم أهلك، أنت تروح يم عالم تجيك، زين، وناس تطلع من البيت ناس، والحمد لله وشكر، والجوعان يشبع، فضل شهر كريم. والله بصراحة لا، والله نفس السوق، واحد ليش، خلينا نكون واقعيين، يعني اكو جماعة يعني يصعد بالسعر، اكو جماعة لا والله محافظ على سعره والفقير ياكل بزيادة. أول شيء رمضان كريم على العراق كله، يعني هاي أجواء رمضان دائما هي تكون مميزة، لها طابع خاص طبعا. من بعد الفطور الناس تحب تطلع، الناس تغير شوية من الأجواء اللي بالبيت والتعب والتحضيرات الفطور، فتطلع بالعكس هي أصلا يعني من تطلع تغير من حياتها شوية، مثل ما يقول مو على طول قاعدة بالبيت وبس فطور وغسل مواعين وشغلات، فشوفها جو حلو وجميل جدا طبعا للناس. عاداتنا تعرف وجبات الفطور هي نحضر الفطور للأهل، بعدين تبدي الحلويات شغلات، أما زور الأصدقاء أو الجوارين أو الأقارب يعني بعض من عندها إذا قريب عليك طبعا. أكثر شيء هاي القيسي ما قيسي شغلات الفاصوليا الباتشا هم يعني يحبوها كلش. الدولمة هي اللي الطبق الرئيسي أصلا دائما يعني أكثر الناس هي تسويه، أي فحسب كل واحد وعاداته وتقاليده. السوق هذا طبعا كل سنة، احنا هاي صار 3 سنوات بالبوليفارد موجود، من بعد 10 رمضان يبدي السوق مالتنا مستمر، بس هالمرة لا بدأ من يوم 5 رمضان. الحمد لله اقبال كلش هائل يعني بالناس، ما شاء الله يعني بيع الحمد لله الكل دا تبيع ودا تسترزق وتستفاد يعني. شكرا لإدارة البوليفارد طبعا اللي دا تساعدنا بهاي المواقف زين، فشوف اقبال يعني زين. بأيام المطر احنا ما نتواجد، بس بالايام اللي ما بيها مطر لا ما شاء الله عددنا بالزياد، هسه اغلبيتهم ما جايين لان خوفا من المطر. ابارك شهر رمضان لكل العراقيين طبعا ولكل الإسلام، وأتمنى يعني من الله يعم الأمن والأمان بالعراق تحديداً وبالدول العربية إن شاء الله يا ربي. أجواء رمضان في كركوك مدينة التآخي والمحبة، أجواء تسودها المحبة والتآخي بين جميع الطياب كركوك عبر الأمور اللي تستخدم في رمضان، منها التعارف والمحبة والمودة بين المسلمين في كركوك. شهر الخير والطاعة والغفران أكيد. تجد أن هناك كركوك تختلف عن باقي المحافظات من خلال الأعمار اللي نشوفها في كركوك، من خلال التسوق الإخوان المسلمين في شهر رمضان. ولكن نقف عن فقرة مهمة والتي هي تخص تجار في مدينة كركوك بخصوص الأسعار التي نشهدها بارتفاع كلش باهظ، لأن هنالك بعض الطبقات الفقيرة في كركوك، ولا بد أن الحكومة والجهات المعنية تتابع الأسواق اللي موجودة في كركوك فيما يخص ارتفاع الأسعار. ونحن على أبواب العيد إن شاء الله، لابد هنالك تكون رقابة شديدة من قبل الحكومة لمتابعة هذا العمل، بما أنه سبقنا وتكلمنا على كركوك وأجواء كركوك الجميلة والتآخي والمحبة اللي موجودة، وخصوصا في شهر رمضان شهر الخير. هنالك بعض الأمور أو الدعوات من أولياء الأمور وحتى أهالي كركوك بمطالب الحكومة بمتابعة الأسواق ومتابعة الأسعار، وخاصة هنالك فترة في صعود أسعار اللحوم في كركوك وجميع المحافظات، ولكن صدر كتاب من السيد محافظ بتخفيض هذه الأسعار لمراعاة الطبقة الفقيرة في كركوك. بما أنه شهر الخير والطاعة، ولا بد أن يكون هنالك وقفة جادة من الحكومة لمتابعة هذه الأمور في كركوك، كركوك المحبة والتآخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحيا هذه الليالي المباركة وهذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك الذي ذكر في القرآن الكريم، الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر القرآن، وهو شهر الجود، شهر الصيام، شهر القيام، شهر مساعدة الفقراء والمساكين. ولله الحمد والفضل والمنة، المساجد عامرة لله الحمد والفضل والمنة في هذا الشهر الفضيل من صلاة وقيام. لله الحمد نصلي صلاة التراويح في هذا المسجد المبارك، وكنا قد أقمنا مسابقة للصغار لفلذات الأكباد لحثهم على حضور الصلوات وللتأدب بآداب المجالس، فأقمنا له مسابقة فرسان التراويح. هذه المسابقة للصغار دون سن ال 12 سنة من البنين والبنات، الذي يواظب على صلاة التراويح في جامع النور الكبير 30 ليلة يمنح قبل العيد إن شاء الله دراجة هوائية. هذه هديته دراجة هوائية، ولله الحمد ما شاء الله الآن تم تسجيل أكثر من 250 مشارك في هذه المسابقة. وبجنب هذه المسابقة مسابقة الحفظ السنوية في هذا الجامع المبارك للكبار، مسابقة للكبار والصغار. أما الكبار ففي هذه السنة مسابقة حفظ 12 جزء من القرآن، والفائز الأول من الرجال والنساء هديتهم عمرة إلى الديار المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة بيته الحرام وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الصغار فمسابقة حفظ سورة الرحمن، وأيضا للثلاثة الأوائل جوائز قيمة. ولله الحمد عندنا دورة أمثال القرآن بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح، الحمد لله يوميا نقوم بالتعليق على مثل من أمثال القرآن الكريم للعبرة والعظة من هذه الأمثال المضروبة في كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين من عتقاء شهر رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أجواء الرمضان أولاً صحة للنفس، وتأديب للإنسان من كل النواحي. بعدين حتى العلماء هسه حالياً، العلماء الحديثة لمن أثبتوا واحد يعني كل شخص لازم يصوم، فإذا صام تقريباً 30 يوم إذا صام صحة للمعدة، صحة للقلب، صحة للدم، لكل الأنواع. بشهر رمضان عندنا صلاة التراويح، مثل ما تشوف هسه حاليا. فصلاة التراويح لما أنت تفطر، التراويح هي يعني راحة للنفس، فتجي مثلا إحنا 30 ركعة نصلي، أكو بيهم مثلا أقل من 30 ركعة يصلي بما فيه القدرة يصليها، عبادة تقرب لله سبحانه وتعالى، الدعاء مستجاب بإذن الله. في الصلاة الثلث الأخير من الليل رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من سائل أعطيه، فدعاء مقبول بشهر رمضان. شهر تأديب النفس من كل النواحي. الحكومة ما تقدر على التجار، التجار حاليا يعني يستغلون الموقف، استغلال الموقف من التجار هذا حرام عليهم. المفروض هم مسلمين، يعني بشهر رمضان الصدقة تدفع البلاء. يعني واحد مثلا إذا تاجر عنده نوع من المواد المفروض ينزل للسوق، لما نزل للسوق يعني يفكر بالصدقة، مو يفكر بالفلوس. فهسه مع الأسف تجارنا حاليا همهم غمهم بس الفلوس، فهذا يعني هذا من أحد السلبيات الموجودة يعني بالتجار. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها رمضان يتسحرون طبعا، يصومون ومن يفطرون، ورا الفطور يجون للجامع يصلون، بعدين يصلون تراويح، يقرون القرآن الحمد لله، ويروحون للبيت. تقريبا أكثر العوائل للسحور يبقون يتسحرون ويصلون الصلاة الصبح وينامون. عادات رمضان قسم من الناس يقرون قرآن والعبادة يعني أكثر شيء العبادة، وقسم من الجماعة ولا التراويح يروحون على القهاوي، احنا نقول مقهى، يلعبون السنزارف عندنا. هاي عاداتنا تقاليدنا، يبقون لثنتين لثلاثة، يعني مو أهل كركوك كلهم يعني يروحون للقهوة. احنا شهر رمضان يعني كل يوم لازم يصير تمه، ومرقة يصير، وكفتة عندنا، وكباب عندنا، شيخ محشي عندنا، يعني أنواع الأكل موجودة الحمد لله. وبقلاوة يسوون مثلا، ترشي يسوون، زيتون يسوون. أكيد أول شيء نبارك لكم شهر رمضان علينا وعليكم، إن شاء الله ينعاد على جميع أمة المسلمين، ينعاد بالخير والبركة. أكيد رمضان شهر مقدس عند المسلمين، بها أهم شيء نصلي التراويح، وأهم شيء نحضر الفطور. هو العادات القديمة، الناس تزور ناس ونسوي فطور جماعي، وناس تعزم ناس على الفطور. هو هذا شهر رمضان، عادات أهل كركوك أهم شيء يسوون فطور جماعي، ناس تعزم ناس، ناس تروح على ناس، وناس تنطي على الجيران، تنطي جارك، تنطي يمينك، تنطي يسارك. هو هذا اللي عندنا، والناس تلتم، الجوارين، الأقرباء يروحون على صلاة التراويح. هو هذا اللي عندنا. أكيد كل ما المرأة كل ما عندها من مميزات من فن الطبخ راح تظهرها بالرمضان. ليش؟ لأن كل العائلة ملتمة بشهر رمضان على الفطور، إذا من أبو البيت وإذا من الجهال وإذا أي واحد، ما يصير غايب، الكل صائم يصير على الفطور. فأكيد فطورنا تصير مميز، الأكلات تصير فد شيء مميز، من السمك، من البرياني، ومن الكبسة، كلش رفعت الأسعار. بس شوية شوية على الأيام شافت الحكومة شوية صعدت والناس قامت تشتكي، هسه لا شوية قلت الأسعار. أبارك لكل أهلي والأصدقائي وقرايبي وكل جميع أمة المسلمين، وأبارك لكم أنتم عمينا على قناتكم الكريمة اللي تزوروا الناس وتاخذون لقاءات وياهم، وتبارك لكم بهالشهر. نشكركم على جيتكم. أنا اسمي محمد، عمري 11، أروح المدرسة، أصوم، حلو مدرسة رمضان، الجو حلو، ورا الإفطار نجي الجامع، مدرسة يروح زين، احنا جامع نقرأ قرآن، نسوي تسبيحات، نصلي، الأجواء حلو، شوية مطر هيجي يعني بارد. مسابقة دا يوزعون بايسكل، لما يخلص رمضان ينطون بايسكل. سنين صف أول ابتدائي، أصوم وأجي للبيت، أفطر وأجي الجامع، أصلي وأقرأ قرآن، وبسنة الجاية يعطون البايسكلات من رمضان.